السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم العافية يا حبيبنا المتابعين. أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد. طبعا حبايبي، عنوان الفيديو اليوم الصيد. طبعا الصيد على قد يعني مش 100%، ولكن صيدة تعتبر وفرحة، يعني هي أهم شيء رهبة الصيد، إنك تصيد يعني سواء بعديها طيرته أو خليته ما في مشكلة، ولكن فكرة واحدة إنك تستمتع بالصيد. تمام، صيد اليوم يا اخوان راح تشوفوه بالفيديو. طبعا مش انا الصيد قصاد ومالك، وحطينا لكم لقطه صغيره المفروض نمسك الطير، ولكن حلفت له فوق وشغل. طبعا راح امسكه شيء طبيعي، راح لانه ما دام برجع عندنا بروح وبيجي برجع، وروحنا واكل وراح، مش مشكله، ما استفدنا. هو اصلا ما اكل كايد، انا لو كنت تاركني عليه فارتني عليه اخي، كنت عرفت جبت لك اياه، بس انت ما بعرف ما بتثق فيه. 300 اخي، أنا بديش أحكي أنت أبوي. ماسك طارة للعصفور، ماسك له طارة وبده يمسكه، فما بالك هو؟ أنا بدي أمسكه بإيدي. بإيدي؟ أنا ما بستخدم طارات، أنا هاي قديمة هاي الطارات. خلص طارة بس. إيش هيك أنت عم تعصب علي؟ مش شايفه. طيب شباب، رجعنا لكم. طبعا يا اخوان حلقه الصيد ما راح ننزلها اليوم، لانه تذكرت ان انا قايل لكم فيديو امبارح اني راح افرجيكم الثمان حمامات يلي اجونا هديه للكش. ففيديو الصيد بكره راح ننزله طبعا. تمام، بينما اليوم راح ننزل عندنا حلقه صيد الحمام، يلي حلقه الحمام اللي جايتنا من سوريا. تمام حبايبي، راح نطعم الحمام مع بعض، خليكم معنا. انا اخوان جبت علف حموده، جبت اربع شوالات عشان اجرب، يعني لانه ناس كثير قال لي منيح واعمل عليه تجربه، فاضطريت اني اجيب علف حموده للحمام الزق اللي عندي حتى اتاكد منه، اشوف هل هو منيح ولا لا، واعطيكم يعني القرار النهائي. يعني اربع شوالات ان شاء الله بنحاول يخلوهم يسلكونا شهر، ما نفوتش عليهم علف غير علف حموده، ونشوف شو بصير معنا. لكن حاليا عنده خلطه، بس نخلص الخلطه بنبلش بعلف حموده. بجيكم شباب. طيب شباب، خلينا نكمل. في عندنا جواز كثير باظت، وفي عندنا جواز كثير تقدسه، ان شاء الله راح نفرجيك اياهم كمان اليوم، بس خلينا ايش نخلص التقطيع. شفاش لعندي فدسه يا ابني بالزور، شفاش للزور فدسه يا طبعا يا اخوان. احنا هيك خلصنا الطعام الحمام، طبعا بنرجع نعيد عليهم كمان، يعني قبل على اذان المغرب تقريبا بنعيد عليهم كمان مره حتى ايش نأكد للجواز اللي مش ماكله. طبعا يا اخوان انا ماشي بنظام هيك، الحمام عندي بتاكل غصبة عنها العلف، لو بطعميها خبز لو بطعميها شعير غصبة عنها بتاكل. هاي هيك بحط لها كمشه، الكمشه هاي بتخلصها برجع بعيد عليها، لقيت لسه في علف خلص ما بحط لها. تمام، طبعا اللي عنده فراخ بنطعميه مرتين وثلاثه باليوم، اللي ما عندوش فراخ
مرة واحدة بتكفيه، إلا إذا لقيت شوية هيك قاعد بطارد وبده ياكل بطعم. طبعاً هسه احنا خلصنا، شايفين؟ هسه تحت الجواز تحت بعيد عليهم لأنه الحمام تاكل معها. طبعاً زائد أنا بحطها، بس مش كل الحمام عارف إن أنا بحط في العلبة هاي، ما بعرفش بالجواز، هاي الطيارات عليها. بنزود يا حبايبي نور 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 صوت عشان السامع ايش تحكي اصلا انا بالمره والله بالمره انا والله والله ما انا سامع عادي احكي بس مش سامع عن جد يعني جد انتم صوتكم عالي عامل بيوت لا بيوت اخوان بتعرفوا شو صار معي انا عن جد مش سامع لانه والله يا اخوان ما انا سامع بنتي اليوم شام تلعب معي مشط لي بشعري قاعده والتهيت بالتليفون والمشط يعني طويل هيك وفيه يعني هيك طويل له من ورا زي سهم وغزته بداني غزت بداني ورحت على المستشفى وقصة يعني فالسامع والله العظيم حاسدي لي هدول مسكرات يعني يا دوب والله أبو مهدي ما أنا فاهم إيش بحكي أقسم بالله بجوز صوت بجوز صوت أبو مهدي طالع عنكم بس والله ما أنا فاهم إيش قاعد بحكي عن جد والله ما أنا فاهم إيش بحكي والله ما أنا سامع طب يا أخوان يعني عرفتوا كيف هاي المشكلة عندي طبعا هيك خلصنا طعام الجواز الخلطة خلصت ان شاء الله بكره راح نيجي نبدا مع الحمام ايش بالتجويع عشان ترضى تاكل علف حموده فاذا انت جيت طعميت هسه بنفس الوقت خلطه مع علف حموده ما راح ترضى تاكل فالافضل انك من هان لبكره تجوع الحمام كامله لازم تجوع وترجع تطعميها يعني على الاقل على الساعه 10 بالليل بكره نور طعم الشاميه شو مالك بس يا حبايبي راح نفصل ونخش على فقرة الشامية ونفرجيكم شو في عندنا باب وفقس على السريع لفة سريعة عشان نخش لكم على فقرة الشامية خليكم معنا طيب شباب زي ما انتم شايفين هاي الجواز هذول ان شاء الله عليهم هو الفحل بطرد على الطيرة بس لسه ما بابه شوفوا يا اخوان كيف خلصوا العلف شوفوا كيف خلصوا العلف هذا انا النظام اللي بشتغل معهم فيه هذا النظام بشتغل معهم فيه لاني انا يا اخوان بديش انا يضيع من عندي علف عندي جواز كثير انت اللي عندك جواز كثير تيجي الحمام بتاكل بتاخذ كفايتها وبتقعد لما بتعبي لها العلف بتصير تنفطره بتصير تبطل تاكله كامل فهيها اللي بطلب علف بنرجع نطعمي طبعا اللي بتشوف عندهم هسه بنرجع نعيد عليهم هذول طلبوا علف طعمناهم شوفوا هي امها زي ما انت شايفين هذول شبعوا هاي شايفين الكف الكبشه اللي حطيتها كفة الزومبيات متخيلين شايفين هاي يمه قاعدين امورهم تمام هاي يمه قاعدات امورهم تمام زي ما انتم شايفين اللي شبع خلص اللي شبع شبع طبعا شو باض باضن القرنفليات عندنا باضن والبغادنا البيض فقسن تمام والجلوفه فقسن والسيكيات مفقسات والعبسيات هذول بيضات وعندك هدول الشخاشلة بيضات وهدول فقسن المشفار مفكسات فرخ واحد وضعيف مش عارفين يهتموا فيه يطعموه والزومبيات عندهم بيض وهدول لسه مش شغالات وهدول البرامليات راح ندعمهم كمان شوية أكل لأنهم لسه مش محوشين مش شادين حيلهم بالأكل بدهم شوي لأنه فراخهم صحتهم شوية قوية عندنا هدول بيضات بيضة باضن بيضة الإنجليزيات ولحد الآن مش قاعدين عليها بعرفش ليش وهدول اللي قلنا لكم على الاغلب طواير حاطين تحتيهم بيض حضناه نجربه تحتيهم وعندنا الشخاشله يا اخوان هي يما طبعا الشخاشله ما بزقوش منيح وضعهم بخزي هي يما عندهم فرخين وهدول لسه ما اشتغلوش عابصر وين امتى يشتغلن وعندنا هدول ما شاء الله عليهم العراجنه اللي اجينا من الشام صحتهم منيحه لسه ما اشتغلوش طبعا منهم شومين وهي يما الحرذين ان شاء الله يا رب يضلهم قاعدين على البيض وما يخربوه زائد عندنا هان هذول امازونيات لسه ما بضوش وعندنا هذول المقدسيات او القدسيات عندهم بيضه باض امبارح وهذول بيضهم عبيان ما شاء الله عليهم فحصناه
وعندنا هدول يا اخوان فرقسن الجلوفة التركية. طبعا انا اكثر اشي متحمس له اشوف فراخه صراحة هدول الجوز، متحمس اشوف فراخه. زائد شوفوا العلف كيف تركين العلف المركز. طبعا كيف راح تخليهم يأكلوا ان شاء الله من بكرة نبلش معهم نظام على علف عمود، تجوحهم خليهم يجوعوا يوم او يوم ونص، جوع جوع رسمي يعني يا اخوان، لانك انت بدك تعود الحمام. هسه ممكن ناس تيجي يقول لك ليش انت بتجوع الحمام ابو يوسف؟ لازم تجوع الحمام عمي، الحمام يكون لها فترة معينة او وقت معين تاكل فيه افضل من انك تطعمي لي اياها 24 ساعة والعلف يتنعفط وتصير تكب علف وتقول الحمام ما بتاكل العلف عندي. فهذا اللي ما بيخلي الحمام تاكل، هذا اللي ما بيخلي الحمام تاكل العلف كله. بينما تشتغل معها شوي شوي افضل لك من اي شيء، هي بتاكل غصب عنها بتاكل. شوف النحاسيات ايوه مفضول العلبة. طبعا الحمام اللي على الارض شايفين قديش حاطط لها انا علف، ايوه بس مش كل الحمام منتبه عليه، يعني زي عندك سمسم زي الفراخ هذول الاسطنبول ان شاء الله اليوم راح نكشه. امبارح فكينا البربريسي بس ما عجبنيش وضعه، ردينا ايش يا اخوان، قلنا بدنا نعطيه شويه طيب يا اخوان ان شاء الله راح نفتح الحمام بدري اليوم عشان نشوف البربريسي شو وضعه. والاسطنبولي انا فوتته هان عشان يكون جعان، انا شايفه قاعد باكل مش مشكله. هذول الفرخين مش مستعجل عكرشهم عشان تكونوا عارفين، انا مش مستعجل عكرشهم. طبعا ضايل عندنا شويه علف زي ما انتم شايفين، وراح نحط علف حموده. طب علف حموده يا اخوان هذا شو وضعه؟ والله ما بعرف، راح نجربه. مش راح احط عليه بودره الثوم والبصل والبودرات هاي اللي انا بحطها دائما، مش راح احط عليه البودرات هاي. ليش؟ لانه بيقولوا لانه الشباب بيحكوا انه كل شيء فيه موجود، يعني كل الفيتامينات فيه منه فيه يعني موجوده. طبعا شوف هذول الحاسيات جعنات لسه، بنزود لهم شوي، هذول جعنات شوي بنزود لهم شوي عادي. طبعا هم لهم اكله ثانيه، بس انا اللي عنده فراخ مجبور اني اطعميه، حتى لو انه راح ياكل المغرب بطعميه. طبعا يا اخوان دائما طعمي حمامك على المغارب، لا تطعمي في الشوب، بالشوب لا تطعمي حمامك، لا تطعمي حمامك بالشوب. واللي بقول لك طعميه بالشوب هذا بفهمش، الحمام لازم تاكل على المغارب بالطعم الصبح الساعة 7 الساعة 6 الجو بارد بالطعم حمامك، وبتيجي على المغرب بالطعم حمامك وصلى الله وبارك. إذا قدرت الطعم الظهر للجوز يلي بتشوفهم فراخهم جعانات، بينما أنت مش مجبور الطعمي. مثلا هدول عندي بوكلين كثير بطلع عن عندهم الظهر، فعليا بطلع بطعميهن، بس كيف ما بكثر لهن، بحط لهم شوي انه ايش هم ياكلوا، لانهم ما راح يطعموا فراخهم. بدليل هي يمها فراخهم جعانات مش مطعمينهم، طعموهم الصبح وبس. شوفوا طعموهم الصبح وبس، شايفين هسه بيرجعوا طعموهم، رغم ان انا الظهر طعميتهم، الظهر انا طعميتهم بس ما طعموا فراخهم. فدائما طعمي الصبح بدري وعلى المغرب، الصبح بدري وعلى المغرب. على العموم هيك خلصنا فقره، خلينا نخش على الحمام اللي اجتنا جديده من الشام، خليكم معنا. طيب اخوان بدنا نبلش في الحمام اللي اجتنا جديد من الشام هديه للكرش، تمام حبايبي؟ خلينا نبلش باول طياره. اي طياره قدامك؟ طلعت في لحظه ثانيه جنني. طيب يا اخوان اول طير معانا اجانا هدية للكش، عجمي ابيض، تمام، طير جميل ما شاء الله عليه، طير كش اجانا. طبعا هاي الحمام كلها راح نكشها ونفرجيك اياها واحنا بنكشها وبنطيرها، تمام حبايبي. اول طير اجى معانا عجمي ابيض، خذ زدته برا. الطير الثاني يا اخوان يهودي او مقدسي، تمام، ازرق طبعا مضروب على راسه، الحمام حمراء مدربيته طبعا مخلف السنه، بس جناحه ايش من وسخ الحمام على جنحانه ودعسين على جنحانه خربوا له الجناح، سفر يعني السفر. فهو الطير جميل جدا زي ما انتم شايفين، بس ايش من الضرب على راسه والشغلات هاي خلف. طبعا احنا راح نكرشه
ونسحبه، لانه هذا مش طالب اصلا بروك، بواقي هو بواقي، تمام؟ مش طالب بروك، راح نسحبه على البواقي ونشوف شو بصير معنا او نقصه على البواقي. هاي هذا الطير الثاني. طبعا يا اخوان الطير الثالث معانا مسوي سلافر جميل جدا، اجانا مخصوص. طبعا هذا مش شغل كش، انا مش حاب اكشه، راح نجربه يعني نجيب له طيره افضل من كشه. سوت سلافر يا اخوان، الماني مختوم الماني، تمام؟ شوفوا ما شاء الله عليه، طير جميل جدا، مميز جدا، اشي حلو يعني. شوفوا صلاه النبي، بس هذا مش راضي يصورني، مش راضي يتصور. ولك راسك، ثبت راسك هيا يا اخوان، في وضعه مش راضي يتصور يا زلمه، ثبت حالك. طلان مش راضي، انا اصوركم بس فرجيكم عينه. ولك هي شوف يا اخوان، ايوه الطير ما شاء الله عليه، شفن احمر بجنن، عين بيضه حلوه بتجنن، صلاه النبي عليه بجنن الطير ما شاء الله. طبعا هاي يا اخوان طيرة الزومبي، شو الزومبي؟ طيرة العبد يلي اجى معانا، طيرته حلوه جميله مميزه، وقلنا لكم شو راح نعمل فيها. طبعا مضروبه على راسها فحلها كاين هاريها ضرب، بس انا طاركها دشر برا ليش؟ عشان تشد صحتها، لانه كانت تعبانه شوي، عالجتها وجبت لها فلاجيل واعطيتها مضاد حيوي واعطيتها ثوم، حتى ثومها يعني، وظبطناها يعني وزتناها بالشمس عشان تاخذ راحتها. طبعا يا اخوان الطير اللي مش عارف قديش رقمه، مش عارف قديش استنى، هذا يا اخوان من جزيرة الشرابيات، شرابي يعني، طير جميل جدا مميز خشن يا محلى، تمام؟ راح نجربها كلها على اساس طيور كش، تمام؟ راح نجربها معنا نشوف مين اللي بطير ومين ما بطيرش، بس ان شاء الله كلها راح تطير على خير ان شاء الله. هذا هو الطير زي ما انت شايف. ومعانا كمان يا اخوان ملحة احمر، طبعا احنا عندنا بحكوا له ملحة بسوريا او اسمه الاجنبي تلبر، بحكوا له تمام؟ تلبر عشان ايش؟ نكون واضحين مع بعض، اسمه تلبر بالاجنبي او عند السوري اخواننا السوريين بقول له تلبر، لكن احنا عندنا بقولوا له ملحة احمر، تمام؟ هاي لحيته بس مش كاملة، ولكن طير جميل مميز بالكش، عين بيضاء، بؤبؤ اسود، جفن احمر، جميل جدا. معانا كمان يا اخوان عجمي ابيض ثاني، معانا عجمي ابيض ثاني كمان، طير حلو اجمل من هذاك، هذا الجفن احمر، عين عسلي، بؤبؤ اسود، عظم ابيض او معوال ابيض معه، يعني الطير جميل، طير جميل. ان شاء الله نشوف شو بصير معنا بالكش، بلشنا نجيب حمام شاميه للكش. طبعا مش انا اللي بجيب، والله اجتني هديه، يعني انا بقول لكم يعني اجتني هدية، لو انا ما كنتش عمري راح اكش طير شامي صراحة. مسكتك الطير غلط. نزل الساعة يكسر لسه اليوم شاريها. كبير. يا اخوان لسه اليوم شاري الساعة نور، ووقعت انفكت منه الساعة يا حرام. اليوم اشتريناها انا وياه. طيب. عندنا شرابي ثاني اضخم من هذاك يا اخوان، هذول اذا بطير معنا بيعملونا قلق بالحارة يعني، لأنه هاي بتكشها تعطيها ثقلة بعدين تشدها تقويها تطلعها مع القواي إذا قويت تطلع جميلة، تمام؟ هذا الطير كمان جميل ومميز ما شاء الله عليه، أجانا يعني أجانا اثنين نحيات حمر واثنين شرابيات واثنين عجمية. طبعا يا اخوان اكثر طير حبيته بعد الطير اليهودي او المقدس الاجانا هذا، طبعا هذا المفروض كان ينباع بس طلع كان جايني هديه. تعال هذا يا اخوان منفاخ مشمشي، تمام؟ منفاخ مشمشي زي ما انتم شايفين،
طبعا هذا لازم اصور لك اياه صوره انكم تشوفوا فيها. غلطان انا لا مش لازم هو اعطيكم اياها وانفخلكم بس الهاد. شو انت شو هذا مسوي؟ شوفوا يا اخوان اختصبوا دير بالك اختصبك بس. طبعا يا اخوان هذا الطير ما شاء الله عليه، هذا هو منفاخ مشمش تمام. هذا بحكوا له منفاخ مشمش قلم قلم بس القلم بيجي كمان ساده، ولكن هو منفاخ مشمش يا اخوان شايفينه، صلاه النبي خطوط المشامشه. الطير جميل جدا مطلوب جدا بالاردن عشان تكونوا عارفين، وكان عندي منهم كثير بس يعني انا ما كانش ببالي اني اكشه، ولكن هذا عجبني كثير يعني وسبحان الله كان جايني هديه. هذا هو الطير صلاه النبي عليه. واخر طير معنا يا اخوان عبسي قراقطه، بزرته حلوه شكله حلو اصلا يعني من القراقطه اللي بيجي من فواتح حلوات. هذا عبسي قراقطه جانا مسحر كمان، جاينا مسحر تمام تمام. راح نكشه هيك بكون خلصنا كل الحمام اللي اجتنا، وبنشكر كل واحد بدعمنا سواء دعم مادي او معنوي او كلمه طيبه او حمام، بنحب نشكر الجميع يعني شكرا لاي واحد، كل واحد لو قلنا كلمه طيبه بنشكره ونقول له شكرا لك وجميلك فوق راسنا. هيك حبايبي خلصنا، راح نروح نفتح الحمام بفرجيكم شو بصير معنا مع البربريسي شو النظام معاه. خليكم معنا شباب زي ما انتم شايفين. طبعا البربريسي يا اخوان مش مكروش، على الاغلب انه الطير يعني كان بلوح وما انكرشش تمام، ولكن احنا بنكرشه تمام. احلى شيء انه مش مكروش ترى، ديروا بالكم. هذا البوز اجانا امبارح هديه، هو اخوه مات وظل هو. احلى شيء في الموضوع زي ما قلت لكم انه البربريسي هذا مش مكروش، احنا بنكرشه على كيفنا، لكن بده وقت، طيرانه بخوف يعني. هسه نزلت وركرت وراه الحاره كلها تمام، طيرانه بخوف الطير يعني، تقدر تحكي انت انك تكرش فرخ قاعد. فهذا احلى شيء فيه انه مش مكروش، واسوأ شيء فيه برضه انه مش مكروش. ليش؟ لانه طير فحل كبير وبطير طيران فرخ يعني، بيطقطق مطقطقه وبطير حوالين البيوت على الارض، فهاي هي المشكله عندي، ولكن بنداوي. تعي طبعا انا هسه اول مره بطلعه على الرفصه، دائما كان يطلع هيك يضل يلاطش، ولكن هسه احنا ايش بنعود فيه على ايش؟ على موضوع انه يطلع على الرفصه وينزل. تعي طبعا مش مستجيب للعلف اصلا مع انه جعان. تع 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 وبنفعش تطيره هذا يا اخوان عشان تكونوا عارفين، يلي بقول لك بنفع تطيره ما بنفعش تطيره. شوفوا هذا كيف بيراجع، هذا مش مرض يا اخوان، هذا مش مرض، هاي المراجعه الطير حميان لما باكل بكون حميان مش مرض، هاي طير كبير باكل وبلعب وببرم هسه بتلقاه امور تمام، هذا مش مرض. تعي بس بالطعم الحمام بالحم بنشل املها. تعي شوف البربريسي كيف شو بيعمل، قاعد بيستكشف الرفصه. طبعا هو انا لازم اطعميه شوي حبتين على الرفصه عشان يحفظ عشان يصير يطلع وينزل. تعي تع 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 الرفصه ميلانها كثير، ميلانها قوي، بس لمصلحتي انا عامل ميلان قوي يا اخوان يعني، للمصلحه عندي انه يكون ميلان الرفصه قوي. شوفوا هسه شوف كيف البربريسي شو بيعمل، خليه براحته يطلع وينزل، ولا راح اضايقه انا نهائي هاي اليوم يعني، مش راح اضايقه على الاغلب، غير على المغربيات راح احاول انكش ونكش، بس بطل يكش ابو سميح والشباب تبطل تكش راح نشتغل معه. هسه بدنا نفلت الاسطنبولي، هات الاسطنبولي يا محمود شوف، هات الاسطنبولي. لا ما انا مش راح اطير ولا كش ولا هم، بقعد صار له اسبوع عندي يا زلمه تمشي بعرف، بس ما بروح ان شاء الله. خليكم معنا شباب نرجع لكم. طبعا شباب الاسطنبولي هينا فكيناه، طير برحل يمين وشمال يمين وشمال، هيو هناك ورا الشمعه. طبعا وضعه بخوف الطير، وضعه بخوف بس ان شاء الله يقعد. هاي شايفينه، تعي 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 طبعا هذول مش شغل طفير، هسه خليه يحفظ سطح يطلع وينزل من الاساسيات يعني، لانه طير على الاغلب مبين الطير خفيف وبطير يعني مش زي البربريسي. هينا بنجرب فيه
نشوف شو بصير معنا. هيو شوفوا الحمام كيف مستغربيته. أنا متعود أطلعه مع الشامية أول شيء كنت. تعي 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 تعي. لهيك هو الطير الحمام مستغربينه ومش عارفيته الحمام. بينما البربريسي امبارح نيمته مع الحمام أموره تمام. شوفوا كيف بس حلوة ترحيلته، يعني عمل إشي كثير منيح. أول ما فكناه طلع هان، بعديها أجا هان، بعدين هان، بعدين طلع هان، طلع هان، بعدين هان، نزل على الأرض وطلع هان، ومن هان طلع هان. يعني هيك يا إخوان بيستكشف السطح كامل، كثير منيح وضعه. بس اليوم يعني إذا بدي أنكشها راح أنكشها على أدان المغرب، عشان إذا بده يفكر يشرد ما راح يشرد، ما يشرد، هذا أول شيء. وإذا فكر إنه مثلا مش قادر يطير بكون أفضل شيء إنه بس يرحل. تعي تعي، أنا بدي إياه بس يرحل على السطح. طبعا هذا يا إخوان مسود فكيناه جديد، المسودات هذلاك اللي فكيناهم راحن يعني مباعد، في واحد منهم مات تعب، في واحد كنت حاطه هان إذا بتتذكروه تعب ومات، بعرف شو صار هيك فجأة يا إخوان، كان منيح وصحته منيحة ووالفته إنه ياكل من إيدي ومات، بس نصيب وما إنه في نصيب. في واحد تاني كنا بدنا نكشه كشيناه وبعناه وطلعنا واحد جديد عشان نكشه ونشوف شو بصير معنا. أجاني تليفون برد عليه وبرجع لكم. يعني إخوان هاي الحمام اللي ظل من الفراخ طبعا يا إخوان، الشخشلي والبوز، طبعا البوز عينه بتجعه، والدباني البواز الورا، والطبشيري هذا أو الهندي خلينا نحكي عليه، اللي ظل من الحمام بس من الفراخ، والباقي كله مات. الله بيعوض علينا إن شاء الله الأحسن إن شاء الله. طبعا طعمنا وعالجنا وسوينا وعملنا كل شيء بس نصيب، خلاص ما لنا نصيب فيه. هانا الفكرة، هذا فرق باكستاني زي ما قلنا لكم ما شاء الله عليه. وعلى الحمام هاي إخوان أنا بديش أطيرها، بديش أدايقه هسه، هسه راح أحاول بس الحمام تبلش، يبلش موعد أكلها، بس يبلش موعد أكل الحمام راح إيش أعمل فيها يا إخوان. راح أبلش أنقص في البربريسي والإسطنبولي على الرفصة وأنزله على الرفصة وأنزله زي هيك، وفي نحلة فوق راسي والله يستر. راح أبلش أنقزه وأنزله حتى إيش يحفظ السطح، لأنه يا إخوان أنا قلقان من الإسطنبولي، وأنتم عارفين أنا قلت لكم عمره ما قاعد عندي إسطنبولي، عمره ما قاعد عندي إسطنبولي، كنت أكشه برمى ويختفي. هاي المرة بدي أدير والله فعليا بمهدي جبت ولا 20 إسطنبولي. الوحيد اللي قاعد عندي قاعد عندي طبعا بقدونسيات نفس الشيء والبرابسة نفس الشيء. الوحيد اللي قاعد عندي بقدونسي كشيته وصار قوي، وشو صار فيه؟ بعد ما صار قوي واخالط فيه ضاح اختفى، ما انصادش اختفى. فيا اخوان انا خايف من الاسطنبولي، بديش اكشه صراحه، بدي اخليه يحفظ سطح منيح وبعدين اكشه، بنشوف شو بصير، لانه انا حابه الطير وان شاء الله يعني بقعد. زائد البربريسي هذا كمان انا حابه وان شاء الله بقعد. خليكم معنا ان شاء الله. على العموم بشكل عام احنا هيك خلصنا حلقتنا اليوم، بتمنى اذا شاهدتنا للاخر تقول شاهدتك، بس اكتب شاهدتك، كلمه شاهدتك بعرف انك انت من الناس المميزين يلي عنا بالفيديو، او اكتب انا بطل، بدنا نشوف كم بطل راح يعلق عنا اليوم، بدنا نشوف كم في بطل عنا في القناة حتى نشوفه بيستمر معنا للاخر. واذا انت مستمر معنا للاخر راح اعرفك، لانه انت من المميزين عنا. زائد يا اخوان اذا بتحبوا تدعمونا في عنا ميزة الدعم اللي هي بتيجي ميزة الانتساب، انتسب بالقناة باقل مبلغ ممكن بتساعدنا وبتخلينا نطور من القناة ان شاء الله، وممكن نشتغل الخشة هاي عشان يكون كل شيء عنا جاهز. هيك حبايبي بنقولكم بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.